قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هل يستحب لنا أن نصوم أبناءنا غدا عاشوراء؟ نعم يستحب لك أن تصوم عاشوراء وأن تصومه الصبيان كذلك. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني كي ينشغل بها حتى يؤذن المؤذن للمغرب فيتم الصبي حينئذ صومه، وأنت مأجور بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. سائل يسأل عن معنى القزع وما صورته في زماننا. أقول بالله التوفيق: أولا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع حلق بعض الشعر وترك البعض، أن يحلق بعض الشعر رأسي بعض الجوانب مثلا ويترك جوانب أخر من الرأس، فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا خير الشيخ مصطفى، بارك الله فيك وحفظك، الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. آمين. وإياك والسامعين والسامعات. أنا أقول أتصل أعتقد واحد من الأسبوع الماضي، أعتقد أنه رافض، يعني كانوا ينكر اليدين والوجه وكذلك من نحى نحوهم. أنا أقول سبحان الله، أليس يؤمنون أن الله موجود وهو موجود هذا الذي ينكر؟ يعني وجوده كوجود الله أكيد يختلف، وكذلك حياته، الله حي، لو تسأله يقول الله حي، لكن هو حي كذلك، حياته كحياة الله بالطبع تختلف، فبالتالي لزاما عليهم من يؤمنون بما ورد عن الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أشكرك. الله يجزاك خير يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. لكن أذكر بأن اصطلاح الله موجود اصطلاح لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لكن الأخ استدرك وقال الله حي يسمع ويرى سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر الآخر فليس بعدك شيء. الحديث. يسأل سائل عن مسح الأذنين في الصلاة، هل من واجبات الصلاة أو من أركانها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: ليس مسح الأذنين من واجبات الوضوء، عفوا، من واجبات الوضوء ولا من أركانه. أما حديث الأذنان من الرأس فلا يثبت من كل طرقه، ولو ثبت فقد قال كثيرون من أهل العلم إن مسح بعض الرأس مجزئ، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك مولانا، ازي حالك؟ الحمد لله. عزك الله. حضرتك عاوز اسأل، أنا كنت في الحج السنة صلي ربنا سبحانه وتعالى، وكنت معايا ماء زمزم، فالناس هنا بيقولوا لي ان ماء زمزم حصل من مكه ما يبقاش ماء زمزم، هل ده صح ولا لا؟ كلام خطا، لان انا عكست حضرتك اللي خلى وراه هو زمزم، سواء كان في مكه او سواء كان في غير مكه هو زمزم، ما الذي يغيره اذا انتقل به؟ هو زمزم على اي حال وفي اي مكان. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السؤال الأول: أيهما مقدم، أنا لما بدخل أصلي تحية المسجد بعد الأذان أم سنة الصلاة؟ السؤال الثاني. عفوا، وضح سؤالك. وضح سؤالك الله يحفظك. أنا يعني حضرتك دلوقتي المغرب أذنت، نعم، فأنا بدخل أصلي دلوقتي، ركعتين اللي أصليهم قبل صلاة المغرب أصلي تحية المسجد أم سنة المغرب القبلية؟ وسنة المغرب ليس له سنة قبلية مؤكدة، لأن يعني يجوز لك أن تصلي، لكن ليست من السنة المؤكدة، إلا أن النبي قال
صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، فليست مؤكدة. فعلى أي حال إذا صليت على أن الركعتين اللتين بعد الأذان، اللتين بين الأذان والإقامة لقول الرسول بين كل أذانين صلاة، أجزأت عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد تتأتى بصلاة أي ركعتين، سنة فريضة أي شيء. السلام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا، في الجزائر عندنا الشيخ اليوم 8 محرم بارك الله فيك، ويوم عاشوراء يعني يوم هو يوم الأربعاء، والشيخ والمعلوم الشيخ أغلب الدول اليوم يعني الشيخ غدا عاشوراء. الشيخ في الصيام يعني نحن احترنا في الصيام، هل نصوم مع بلدنا الجزائر أم نصوم يعني مع السعودية ومصر؟ بارك الله فيك وفيك. بارك الله، إن صمت مع المسلمين عموما لك ذلك، وهذا رأي جمهور العلماء أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، وإن تقيدت برؤية بلدك أيضا فلك ذلك، وهذا رأي عبد الله بن عباس أن الشخص يتقيد برؤية القطر الذي هو فيه، فبأي رأيين أخذت لا جناح عليك، وإن صمت كلا من ذلك فلا بأس، فالشهر شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله وبيدك خبر منه ومنك. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يحفظك يا شيخ. شيخ، رجل تزوج من امرأة وأنجب منها ولد. نعم. وبعد فترة من الزمن كتب لهذا الولد فداء، كان عنده 3 دينار كتب له فداء، وبعدين تزوج بأخرى وأنجب منها ولد وثلاث بنات. نعم. وثلاث بنات، فبعد كده مات هذا الرجل، مات هذا الرجل ومات الزوجتين ماتوا، وبعد كده يقسموا المراس. حكم هذا الفدان في تقسيم المراس، الفدان الذي كتبه للابن الايه الاول قبل ان يتزوج الايه المرأة الثانية، الفدان له لانه ليس عندنا ما يمنع من ان يهب الرجل لابنه الذي ليس له ولد غيره شيئا من المال، فحين عند الهبة لم يكن للرجل اولاد اخرون، فما جار وما حاد، لأن النبي لما جاءه النعمان بن بشير، لما جاءه بشير مع زوجته عبد الله بن رواحة بابنهما النعمان، سأله النبي ألك ولد غيره؟ قال نعم، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فمعناه إذا لم يكن له ولد غيره، وهذا الذي كان عند هبة الرجل لابنه، فلا بأس بهذا الفدان، فالفدان ملك للولد الذي وهب له، والله أعلم. سؤال آخر شيخ بإذن حضرتك. تفضل. نزل بعد دفن الميت، اعتاد الإخوة يعني بعد دفن الميت أن يقوم أخ من الإخوة يقول موعظة على القبر، يقول موعظة على القبر، وبعد كده يدعو للميت، فهل من السنة الموعظة دي، هل من السنة، وهل من السنة أن يدعو في السر أو العلن؟ وبالنسبة للدعاء للميت، هل الواحد يستقبل القبر أم يستقبل القبلة؟ ويستحب أن يرفع يديه أم لا؟ وجزاكم الله خير. لا واحد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الموعظة عند القبر تفعل إذا احتيج إليها، ولا تكن بصورة مضطردة، لأن النبي ورد عنه من 3 طرق أنه وعظ عند القبر، لكن عند الاحتياج إليها. أما الدعاء والتوجه إلى القبلة، الدعاء كل يدعو في نفسه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما عن التوجه للقبلة فكحال جماعي لم ينقل أن الرسول كان يتوجه إلى القبلة بعد الدفن وأصحابه، لكن إن حصل وفعله بعضهم فلا بأس بذلك، لكن إن لم يفعلوا فهذا الأصل لم يرد عن النبي أنه كان يتوجه أصحابه إلى القبلة بالدعاء بعد الدفن. أما عموما يستحب التوجه في الدعاء إلى القبلة أحيانا، لكن جعلها عادة مضطردة بعد دفن الميت لو كان يفعل لنقل إلينا، والله أعلم.
السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. شيخ انا عندي بخصوص الحديث الحسنة، هل هي حجة على المسلم الحديث الحسن؟ الحديث الحسن معمول به كما انه يعمل بالصحيح، يعمل بالصحيح ويعمل بالحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك أربع أسئلة لو سمحت، لو تفضلت يعني. اتفضل. السؤال الأول، أنا بدرس قراءات، فهل يجوز أن أنا أكتب في المصحف؟ نعم. هل يجوز أن أنا أكتب في المصحف لما بطلع الروايات بتاعت القراء في الهوامش كده في المصحف، هل يجوز أن أنا أكتب بقلم جاف أو بقلم رصاص؟ الأفضل لا تفعل ذلك حتى لا يمتهن المصحف، الأفضل أن تجعل لك دفترا أو كراسة تكتب فيها ملاحظاتك بدلا من أن يمتهن المصحف. تمام. السؤال الثاني حضرتك، حرق المصاحف المتلفة هل يجوز؟ لا بأس بذلك، فعثمان قد حرق بعض المصاحف حتى لا يلتبس على الناس أمرهم. تمام. حضرتك قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. لا يصح لا يصح. تمام. هذا الخبر. طب حضرتك الأحاديث اللي ظاهر الأمر فيها للوجوب وبتوضع في أبواب الفقه تحت المستحبات والسنن والحاجات دي، طب ما حضرتك هنا الأمر للوجوب، فليه احنا من أنا قلنا لك الحديث ضعيف. تمام تمام. اذكر مثالا آخر قد تكون له صوارف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ. نعم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. تفضل. دلوقتي حضرتك الله يستر، لو انا قلت حسبي الله ونعم الوكيل في واحد، الكلمة دي حرام ولا حلال؟ حسبي الله ونعم الوكيل في واحد إذا كان ظلمك أو إذا كنت تخشى شره. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا كنت تخشى شره وكان قد ظلمك فلا بأس أن تقول ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. شيخ ممكن أسألك سؤال ثلاث أسئلة؟ تفضل. السؤال الأول، ما حكم شخص يدخل إلى المقابر وعليه جنابة، يعني يدعي للميت كذا، يعني يدفن وهو جنب؟ لا لا، يعني جاء بيزوره يعني بيدعي له. أيوة. أي شخص يدعو وهو جنب، يجوز الدعاء مع الكراهة والشخص جنب، الدعاء جائز مع الكراهة. قرآن القراءة القراءة قراءة القرآن للميت لم يرد أن النبي كان يقرأ ويهب ثواب القراءة للميت، أما إذا كنت تسأل عن القراءة للجنب فالذي أختاره أن الجنب يقرأ، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لكن الأفضل والأكمل والأبعد عن الكراهة أن تكون طاهرا على الأقل من الحدث الأكبر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي سؤال، هو أن ولد يعني توفي والداه وهو لا زال في 17 من عمره، ولكن يعني كان من ولدا شقيا وكان لا يطيع في بعض الأحيان والديه، لكن بعد الوفاة يعني ندم عن ذلك ندما شديدا وبدأ يدعو ويعمل الخيرات لوالديه، ولكنه لا زال دائما يخاف من عندما يسمع بعض الأحاديث أن العاقة لا يقبل منه صرف ولا عدل. عفوا، الولد كان عمره كم سنة؟ 17 عام. 17 عاما، يعني كلف. على أي حال، الذي يمكن أن يفعله الوالد أن يسامحه في حقوقه التي قصر الولد في أدائها لأبويه، يسامحه ويدعوان الله له بالمغفرة، فالولد مسلم ويجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة ويستحب ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ مصطفى. نعم تفضل. حضرتك في سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، الحديث الحسن والحديث الصحيح، لماذا لا يدرج الحسن مع الصحيح مع أن الاثنين بيعمل به؟ ليه ما نخليهمش بحكم واحد؟ هناك من العلماء من جعلهما كذلك. تمام. نعم الأمر سهل يعني. الامر الثاني، بعض الـ 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 المشايخ اللي هم العلماء بيجوا بيصححوا بعض الاحاديث، وياتي بعض العلماء ويضعفوا نفس الحديث. نعم. فحضرتك انا اخذ بني قولي في التضعيف وفي التصحيح. خذ بقول من ترتضي دينه وعلمه، وايضا بالقول الذي فيه احتياط لدينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ. نعم. في أخ تقدم لخطبة بنت أخي وكان غير مناسب، يعني شاف الوالد إن ده غير مناسب ليها. طيب. وبعدين اترفض. والسؤال؟ اتقدم شخص تاني ولبسها. وبعد؟ وبعد شهر من الخطبة هربت مع الأولاني وتزوجوا على يد محامي. بعلم والد الزوج، لكن باباها ومامتها ما يعرفوش. طيب والسؤال، الجواز ده حلال ولا حرام؟ حرام. والحل ايه؟ طيب والد البنت يعمل ايه؟ والد البنت مغلوب على امره. والد البنت فضيلة الشيخ راح قدم بلاغ في المركز، المركز قالوا له ان هي من حق زوجها تروح مع زوجها ما تروحش معاك. البنت كم عمرها؟ 17. لا كلام في نظر، لا بد ان يتابع، لكن ما ادري القوانين. ان اعوذ بالله، النبي يقول لا نكاح الا بولي. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي على دعاء نتاع صلاة الوتر نتاع القنوت، قنوت الوتر. نعم. هل يجوز ندعي وانا واقفه من ركعه والله وانا في التشهد الاخير من الوتر؟ الاقوال العلماء وانا قائمه في الركوع والله في السجود في التشهد الاخير. اقوال العلماء على ان دعاء القنوت في الوتر اما قبل الركوع او بعده. اللهم اهدنا فيمن هديت، إما قبل الركوع أو بعد الركوع، والأشهر بعد الركوع. وإن دعوت بعد التشهد جاز لك الدعاء بعد التشهد عموما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم ابن مسعود التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. والله أعلم. السلام عليكم. السؤال المباشر باختصار، ما هي الغذية هاي؟ ها؟ السؤال الثاني، هل صح تصدق بفوائد أرباح البنك؟ وأبعد الله عنا وعنكم كل مكروه. وإياك. السؤال الأول ما سمعناه. يقول أخ، هل يجوز التصدق بأرباح أموال البنك؟ أموال البنك الربوية تنفق على سبيل التخلص منها على الفقراء أو المساكين أو المصالح العامة باستثناء المساجد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ مصطفى. وإياك يا رب. تفضل. أقول عندي سؤالان. الأول، ذكرت إذا لم يكن له ولد، أنا أقول لو بينت حفظك الله. نعم. البعض يفهم، أنت ذكرت قبل قليل إن لم يكن له ولد، الشاهد إن لم يكن له ولد، يعني البعض يفهم الولد هو الابن الذكر. وبينت ان الولد يشمل الذكر والانثى، لان مع العوام منتشر عندهم ان الولد هو الابن. نعم. اذا بينت حفظك الله. اما السؤال الثاني، من ناحيه حليمه السعديه، هل هي ماتت على الايمان، امت الرسول ام لا؟ انت رضى عليها او لا؟ من هي؟ حليمه السعديه مرضعه الرسول. لا، حليمه السعديه ماتت قبل البعثه. لم يرد انها عاشت للبعثه، رضي الله، لم يرد انها عاشت للبعثه. اما الأخ السائل كان يسأل عن أن له ولد ليس له أولاد ولا بنات غيره لما وهب له الفدان. جزاك الله خير، شكرا على الإيضاح. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا علي، لا يبغضك إلا ابن زنا،
فأنت يا شيخ ابن زنا. ما دريت ماذا قال الرجل، لكني مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقول إن عليا صحابيا، إن عليا صحابي جليل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لكن ليس بإله أبدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد من عباد الله، أماته الله لما حل وقت وفاته، لا يملك لنفسه ولا لغيره دفع ضر ولا جلب نفع، ولو كان يملك لنفسه دفع الضر ما قتل، فإنه قتل وهو خارج من صلاة الفجر رضي الله عنه. لو كان يملك كشف الضر ما ملك، لو كان يملك كشف الضر عن أحد لدفع القتل عن نفسه ولا دفع القتل عن أبنائه من بعده. وأعرف أنك تسب، ولكن هذا السباب ليس من سيم الصالحين، فستتحمل وزرك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وسنحاكمك بين يدي الله، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم وضع السلاسل في الرقاب. بعض الشباب يلبسون سلسلة في رقبتهم أو أسورة في أيديهم. أقول وبالله التوفيق، هؤلاء الشباب حادوا عن الطريق السوي المستقيم، وتشبه بعضهم بالنساء من ناحية، والنبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وبعضهم تشبه بأهل الكفر من ناحية أخرى، ومن تشبه بقوم فهو منهم على ما ورد في الأثر، وإن كان الحديث فيه بعض النزاع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ الحمد لله. شيخ بسألك، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ زيارة النساء للقبور من المسائل المختلف فيها، وأختار قول الجمهور القائلين بجواز ذلك إذا أمنا الفتنة وإذا أمنا البدعة والإحداث. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. قد زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فسألها سائل ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت نعم، ثم رخص لنا فيه. فهذا يدل على النسخ. وأيضا فإن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر أو بمغادرته. والباب فيه أدلة أوسع. أما الأحاديث النواهي كحديث فاطمة، هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا، قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، فمنكر سندا ومتنا. أما حديث لعن الله زوارات القبور، فمن العلماء من يحسنه لكن يقول إنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، وبقول عائشة الذي ذكر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وحياك الله يحفظك. يا شيخ، من سنة بالضبط أقرضت أختي 20,000 جنيه، كانت بتزوج ابنها. الآن العملة اختلفت، كان وقتها الدولار ب6.5 جنيه، الآن أصبح الدولار ب14 جنيه، فكيف أسترد المبلغ اللي أنا أديته لها منها؟ تسترد 20,000 كما دفعته لها 20,000. يعني ما المبلغ بيعتبر نقص كتير بالنسبة لي. هذا أجرك على الله. نعم، جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام. يسأل سائل
عن معنى الحديث المدرج. الحديث المدرج أن تزاد لفظة أو لفظة المدرجة لفظة على كلام رسول الله وليست من كلامه، أو لفظة مثل على كلام ابن عباس وليست من كلامه، كحديث على سبيل المثال حديث الرسول عليه الصلاة والسلام للعبد المملوك أجران: والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. فقوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا ليس من كلام الرسول يقينا، لأن الرسول لم تكن أمه موجودة حتى يقول لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، بل أمه ماتت وفي الصغر. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، البرنامج الآن على المباشر، ورأى بعض الرسائل التي تمر في أسفل الشاشة تطعن في البخاري وتطعن في السنة وتطعن في السلف الصالح، ولا أعلم لماذا هذه الرسائل تمر، وجزاكم الله خير. جزاك الله خيرا. إخواني القائمون على متابعة الرسائل، أخوكم ينقم عليكم غفلتكم عن الرسائل السيئة التي تمر فيها طعن في البخاري وفيها تجوزات شرعية. شكر الله لك أيها الأخ وبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله نحبك في الله يا شيخنا العزيز. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله ألمني ذاك المكالمة التي تكلم بها هذا الشيخ الذي شبك في التلفزيون، والله هؤلاء شياطين الإنس. بارك الله فيك وشكر الله لك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا على كل شيء يا شيخنا. الله يبارك فيك ويحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل يقول: هل يجوز لي تركيب سنة من الفضة مكان سنتي التي كسرت؟ الظاهر الجواز، وقد ورد بذلك حديث في سنده بعض الضعف، لكن للضرورة يجوز والله أعلم. أيضا السائل يسأل يقول: هل يجوز للإمام يوم الجمعة أن يخطب جالسا عند عجزه أو لضخامة جسمه وعدم تحمله القيام؟ نعم يجوز ذلك، لأن الصلاة أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وقد خطب معاوية لما بدن جالسا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم شيخ مصطفى، كيف حالكم؟ الحمد لله، شكرا لك وجزاك خيرا أنت وجميع المسلمين، وبارك الله فيك وفيهم، ونسألك الدعاء بالستر ولك بمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك بمثل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أني أحبك في الله. أحبك في الله. والشخص هذا اللي سبك وشتمك، أرجو منك أن لا تسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولك الأجر إن شاء الله في الدارين. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. لو تكرمت كنت عاوز أسأل بخصوص الزكاة، كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تخرج للرسول، وعلى عهد سيدنا أبو بكر حارب لكي تخرج له، فهل ما نخرجه نحن الآن من زكاة لا نخرجها لولي الأمر، هل تعتبر زكاة أم صدقة؟ لا تعتبر زكاة أيضا، لأن ولي الأمر لم يفتح الباب لاستقبال الزكوات وإنفاقها في محلها. طب بالنسبة للصندوق اللي عملوه يا شيخ، مع لا أعرف عنه شيئا. السلام عليكم. سائل يسأل قائلا: هل يجوز لي إخراج الزكاة
من نفس جنس البضاعة التي أشتغل فيها، لأنني ليست عندي سيولة، هو تاجر رز، وسيخرج زكاة عروض التجارة. يسأل هل يجوز إخراجها رز لأنني ليست عندي سيولة؟ يعني مثلا عنده طن رز، يخرج عنه طن 1000 كيلو، يخرج عنه 25 كيلو رز من نفس الجنس زكاة؟ يجوز ذلك إذا كان هذا مما ينتفع به الفقير وفي حال تعذر وجود السيولة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. خليلي ياك، أنا عم بتصل من كندا، اسمي محمد القادري. عم بحضر برنامج عصفة. الله يقويكم، بس عندي سؤال لحضرتك. تفضل. ما موقف حضرتكم من ما تشهده الأمة العربية بشكل عام خصوصا في سوريا، ولا نتطرق إلى أكثر من هيك، وما موقف حضرتكم من تخلف الأمة العربية عنا وبعد الناس عن دينا؟ أتمنى من حضرتك لفت انتباه فقط، جاوبني هالسؤالين والله يأجرك في الدنيا والآخرة يا ربي. معنى ويك في الفردوس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فما يحدث للمسلمين إنما يحدث، والعلم عند الله، بسبب بعدهم عن كتاب الله وبعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآلام التي تمر بها الأمة والابتلاءات سببها ومن أسبابها البعد عن الكتاب والسنة، دل على ذلك ما يلي. قول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وإذا كان ربنا ذكر اليهود فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالبلايا تنزل بالأمم لإرجاعها إلى طريق الله سبحانه وتعالى، وتنزل بسبب حيودهم عن طريق الله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن ومع ذلك لا نيأس من رحمة الله، ولا نقنط من رحمة الله، بل نسأل الله أن يرد الأمة إلى طريقه ردا جميلا، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، وأن يجمع بين قلوبهم على كتابه وسنة رسوله الأمين. وتلك الأيام نداولها بين الناس كما قال الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك ممكن أسأل 4 أسئلة؟ تفضلي. حضرتك، حكم بيع قطعة أرض لنصراني، وخاصة أن النصارى بيعرضوا أسعار أعلى من المسلمين. السؤال الثاني: إحنا بنسعى في أمور التزويج من البنات والشباب يعني، فحاليا مع انتشار الهواتف الذكية أصبح كل الشباب يطلبوا صور البنات الأول ترسل على الهاتف، وتكون البنت غير منتقبة في هذه الحالة يعني. فأنا إذا امتنعت عن إرسال هذه الصورة بيعرض تماما عن الموضوع، فهل يجوز لي إرسال الصورة لا ترسليها؟ لا ترسليها حتى لو كانت البنت موافقة على ذلك وأهلها؟ حتى لو كانت البنت، لأن إرسال صورتك أنت ليست صورتي، احنا منتقبات الحمد لله مش بنفس صورنا، لكن البنات غير منتقبات. طيب عفوا. نعم. ما انت كغيرك من النساء يعني. طب حتى لو كان سيارة عن الموضوع تماما. والله يا اختي انا انصحك بعدم تداول صور النساء على الهواتف الذكية. نعم. الله الا للضرورات. نعم. طيب السؤال الثالث: باع قطعة ارض لشخص نصراني اذا طيب. كان سينشئ عليها كنيسة. لا لا. فلا تعاونوا على الاثم والعدوان. لا مش كنيسة، لا أرض عادية، أرض عقار يعني. على كل يجوز البيع والشراء مع اليهود والنصارى بقيد ألا يكون فيه تعاون على الإسم والعدوان. طيب سألي. السؤال الثالث: امرأة أرملة بتنفق عن أيتامها، فهي ليها موارد مختلفة، موارد للبنات لبناتها الأيتام يعني، موارد ليها والمال مختلط، هي بتصرف عامة على البيت،
فهي بحيث انها تكون كده يعني بيدخل شيء من بنات من مال البنات في اللي بتنفقه على نفسها يعني النفقه عامه. ولا مانع في مثل هذه الحال لان الله خفف بقوله وان تخالطوهم في اخوانكم. نعم. السؤال الاخير حضرتك يعني هل يجوز دفع الزكاه لدخول بنت المدرسه يعني ازهريه مستواها الاخلاقي والديني افضل من باقي المدارس ولكن هي لا 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 هذه مساله ثانيه. انت تنظري الى اهلها، اذا كان اهلها فقراء مساكين تعطيهم لفقرهم او لمسكنتهم، اما لادخال مدارس او غير ادخال مدارس هذا لا يخصك، يخصك ان تنظري الى ام البنت الى والد البنت، هل هو رجل فقير؟ إذا كان فقيرا من أهل الاستحقاق أو من المصارف الثمانية عموما جاز إعطاؤه من الزكاة. نعم، هذا. وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين مستمسكين بكتابه ومستمسكين بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، ولنلزم سنة نبينا في هذه الأيام وعلى الدوام، ولنكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والاستغفار لعل الله أن يدفع ما بنا من ضر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.